السلام عليكم، معكم مطبخ هنية. اليوم مطبخ هنية جبت لكم وصفة صحان داكم. اليوم الوصفة تاعنا هاد اللي راني جبتو اليوم، كاين اللي يديرو في رمضان كاين اللي ما يطيبوش. حنا بصح نخمو على اللي جاتيهم يجيبو لهم يحصلوا كيفاش يطيبوها ولا، واللي ما ياكلوهاش باينة نديروها في الفطار ان شاء الله. عندنا هاد يعني اليوم راح ندير لكم دوارة بكبوكة، بكبوكه تاع الدوار تجي غير بالدواره والقرعه. هذه هي بكبوكه تاع الدواره. واش عندنا في هذه الوصفه؟ عندنا دواره هاكو تشوفوا فيها. انا هذه الدواره نضاري نديرها نكرطها كي نشريها ولا نكرطها نخليها هكذا كحله ما نحيلهاش هذاك. واليوم انا واش درتها داخل غليت الماء ورميتها لداخل خرجتها بيضه. كاين اللي يديروها بهذه الطريقه وكاين اللي يحبوها الطريقه الاخرى. خاطر انا درتها لكم على مقبل في صندوق الوظيفي يعني فيديو دوار عصبان درتها بالطريقه القديمه، وهاد الخطره قلت انا نديرها لكم بهذه الطريقه بالدواره اللي نديروا لها نزلطوها في الماء. شوفوا كيفاش تولي بالماء سخون، نغلو الماء ونديروا الدواره لداخل نخرجوها بهذه الطريقه وتجي يعني خير. هاي اللي عندنا دواره مغسوله ومقطعه، يعني كي نغسلوها نديرو لها الخل ونديرو لها الملح باش كي نغسلوها تروح هذيك ريحه السفاره. هاي ليك. واش عندنا تاني؟ عندنا حشيش مقطوع، عندنا الحميصه، عندنا القرعه. حبيبه حار، انا نحب دائما يكون الحر في الاطباق تاعي، هذه حاجه اختياريه ماشي لازم. عندنا الزيت، شويه زيت ما فيهاش الشحمه. واش عندنا؟ عندنا شيف في الكحل، شويه تاع العكري، شويه تاع الكربيه، الدواره تاع البكبوكه تحب الكربيه. عندنا الثوم، عندنا مغرفة تاع طماطيش، وعندنا الملح. هاولي مقادير سهله وخفيفه، وكي تكون هكذا خفيفه ما فيهاش بزاف تقدري ديريها يعني في رمضان بكل بساطه، وتجيب لينا مع شريبه مع شي عشلة. ندير هذيك الدواره هكذا باش نديرها، نديرها بغرفه زيت، ملعقه زيت ما كترش. نقولكم يعني الدواره تاع الغلمي ماهيش بكري ما فيهاش يعني ليده، بصح معليش نديرولها من غير فازيت ما نكثروش برك. نديرو العكري، راني دايره بس نديرو قص ملعقه تاع العكري، نزيدو شويه هايدك هكايا. ندير الثوم، الثوم هايلك اللي ريحته درستها، درتها بشويه تاع الملح. هنا ما نديرش الملح حتى نشوف، ندير فلفل الكحل هكا كمية تاع فلفل الكحل ما نكترش هاديك. وعندي الكربية، دورة بكبوكة لازم لها الكربية هاكا. هاديك هادو هما المقادير، ونزيدو شوية تاع الحشيش وقطفة. لا عندك الكسبة تقدري ديري كسبة ملحي ولا حبيت هذاك تلحيه ولا الحشيش، هذه حاجة اختيارية. يعني الكزبرة في الدول العربية يقولوا الكزبرة وحنا نقولوا الحشيش مقطفة. هكا ندير شوية ونخلي الكمية الأخرى نديرها من بعد، نديرها تتقلى ونولي. شوفوا الرميطة تاعنا كيما شفتو، كيما درت دوزنتها ودرت لها لي زيبيسو راني حطيتها تقلى. شوفوا هاي ما درتلهاش الماء، والدوارة كنت تعرفوها بلي تتلقى الماء، ما نديرولهاش ونخلوها قبل تتقلى في هذاك الماء ديالها بهاديك الدرسة، من بعد باش نمرقوها. هاكو تشوفوا كيما هاي لي تشوف هاي تبان يعني هكذايا. نقعد نقلب فيها، كي ديري هكذايا راهي تشرب هاديك الدرسة تاعها وتجي تعطي البنة. الا ما درتيلهاش هكذا شغل ما تجيش دوارة بنينة. هايلك انا ريت الماء يسخن بجي باش نمرق، ما نمرقوش بالماء بارد قبل ما نمرق نرمي هذيك الحميصة. درك نوريها لكم بعد ما تقلات الدوارة تاعنا كيما راكم تشوفوا هكذايا. درك نرمي هذيك الحميصة، الحميصة راهي طونش لأن هداك نرميناها دوك.
هكذا، والماء تاعي راه سخن دوك هكا نمرق ونخلي الدوار تاعي طيب هكذا. هكذايا نمرقها ونخليها طيب. ما غلات غليت لها نص مغرفه تاع طوماطيش، تخليها تغلي شويه، نزيد نورمال ديك القرعه. كي تطيب القرعه هذيك تعقد يعني المرقه، نزيد لها شويه تاع الحشيش ونطفو عليها، وهكذا الوصفه تاعنا تكون جاهزه. هذه هي. هاي ليك الدواره بعد ما طابت، شوفوا كيفاش جات. هاي ليك هذه الدواره بكبوكه، نديروها مع شريبه، ديروا حاجه لقمه هكذا شويه، ماشي مشروط تطري. رمضان تكون يعني انسان مع الصيام وكاع يجي حاجه ثقيله، يدير هكا هي القيمه، يتجوزها مع شريبه مع شي شلاده. هاي ليك هذه هي الطابله تاع اليوم. واش نقول لكم، رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لنا ولكم. وانا زدت شويه خبز تاع الكوشه هاوليك، الى عجبكم ابعثوا لي نديره لكم فيديو تشوفوه الطريقه اللي درت بها هذا الخبز.